لكن البنك المركزي يعني انا كنت متوقع انه خبر عادي هيمر كده، مش كل الناس هتهتم بيه طبعا الا المتخصصين، لكن هو برضو خبر محتاج يعني المواطن نفسه يعرف وضعه ايه، تأثير ده ايه عليه. يعني كانت في ناس متوقعة حاجة تانية، كان في ناس متوقعة، لكن خلوني يعني ايه، لازم يكون السؤال هو المواطن هيستفيد ايه، معلش، او هيوصل له المعلومة ازاي، انه او السؤال ماذا يعني تثبيت سعر الفايدة على الإيداع عند 11.25 والإقراض عند 12.25، ماذا يعني هذا الأمر؟ دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، برحب بك يا دكتورنا العظيم. إزاي حضرتك يا فندم؟ مساء خير جابر بيت، يا مساء الفل، ربنا يخليك يا فندم. أنا عاوز أوصل ببساطة كده ماذا يعني قرار البنك المركزي للمواطن. هو بداية كل ما يتخذ في إطار إدارة السياسة النقدية اللي الحقيقة من بينها سعر الفايدة بالتأكيد بيأثر على المواطن، لأنه سعر الفايدة لما بيرتفع ده معناه ارتفاع تكلفة التمويل، لأنه المستثمرين، الشركات، خطوط الإنتاج، كل ده بيحصل على تمويلات من القطاع المصرفي. فلما سعر الفايدة يزيد مؤكد إنه تكلفة التمويل بالنسبة لهذه الشركات بتزيد. تكلفة التمويل ده جزء من تكاليف الإنتاج، وبالتالي ده المفترض إنه بيتحمل على الأسعار، بالتالي ده المفترض إنه هيؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار، لكن ده على جانب، لكن على الجانب الآخر المفترض إنه رفع سعر الفايدة اللي بيقدم عليه البنك المركزي إذا ما أقدم عليه، ده معناه إنه بيمتص السيولة اللي في إيدين المواطنين علشان لا يقبلوا على الشراء وبيعطيهم سعر فايدة مغري. لكن هو الفكرة الأكثر صعوبة إنه رفع سعر الفايدة لما بيرفع تكلفة التمويل ده بيحد من رغبة شهية المستثمرين علشان يحصلوا على مزيد من التمويلات، وبالتالي ده قد يؤدي لتقليص الإنتاج، فده قد يؤدي لكساد، ركود، صعوبة في العملية الإنتاجية، وده بالتأكيد بيبقى وضع اقتصادي صعب جدا، وده الحقيقة اللي بيواجه المجتمع الدولي ككل. يعني الاقتصاد العالمي أكبر تحدي بيواجهه حاليا مش ارتفاع التضخم، لكن هو الاحتمال الأكبر للدخول لركود أو كساد، وده بالتأكيد هيؤدي لفقد فرص عمل، هيؤدي لانخفاض مستويات الدخول، هيؤدي لتدني مستويات المعيشة، هيؤدي ارتفاع معدلات الفقر. فدي الحقيقة مشاكل أصبح الاقتصاد العالمي أتصور إنه على مشارف الاقتراب منها وبشدة. يعني ما يتعلق بالبنك المركزي، أتصور إن هو الحقيقة بيسعى لإحداث نوع من التوازن علشان نحافظ على معدل نمو اقتصادي جيد. هو الحقيقة ليس لديه رغبة إنه يرفع سعر الفايدة بنسبة كبيرة، هو بيسعى إنه يكتسب أو يكسب وقت لحد لما الآثار السلبية العنيفة الحقيقة بتواجه الاقتصاد العالمي تتقلص تدريجيا. أما وإنه إحنا الحقيقة بنتعامل زي كل دول العالم في إطار تحديات رهيبة لسنا المتسببين فيها، وليس لدينا قدرة كبيرة على فرملة أو الحد من الآثار السلبية لها. يعني سؤال أخير أقول للمواطن، إحنا ماشيين صح؟ خلينا نقول للمواطن احنا عندنا تحديات زي ما بتواجه كل دول العالم. التحديات دي بتختلف من دوله لاخرى، يعني المانيا اللي هي من دول الاقتصاديه الكبرى بتواجه تحدي اكبر بكتير من البنك الاقتصادي المصري. بريطانيا بتواجه تحدي، الولايات المتحده بتواجه تحدي، بالتاكيد الدول اللي طالعه في الازمه، روسيا، اوكرانيا، بالتاكيد بيواجهوا تحديات كبيره. الصين من القوى الاقتصاديه الكبرى على المستوى الدولي بتواجه تحديات. مؤكد مصر من بين هذه الدول، لكن احنا مشكلتنا على الرغم من زيادة الموارد من النقد الأجنبي، لكن هي مشكلتنا الأساسية في الوقت الحالي هو الشح في النقد الأجنبي، لأنه كان جزء مهم من النقد الأجنبي بيتم استخدامه في استيراد سلع استراتيجية أساسية. كل في هذه السلع ارتفع بشدة، احنا بنتكلم بدفع أسعار القمح عالميا، البنزين وما إلى ذلك، وده الحقيقة ضغط علينا بشكل كبير للغاية. فاللي احنا الرسالة اللي احنا محتاجين نقولها للمواطن، الدولة المصرية ما زالت بتتعامل مع هذا الأمر مدركة لأبعاده وتحدياته، لكن محتاجين كمان أنه المواطن مش بس يتفهم هذا ويتحمله، لكن الحقيقة يكون لديه رؤية زي ما الدولة لديها رؤية واستراتيجية في التعامل مع ما يحدث على المستوى الدولي. مهم كمان أنه المواطن يكون لديه رؤية، الرؤية دي عبارة عن إيه؟ أن احنا نشتغل كتير علشان نرفع نسب الاكتفاء الذاتي، علشان احتياجاتنا الأساسية والضرورية ما تبقاش في إيدين الآخرين، عشان إذا ما أتت أزمة أخرى يكون لدينا
مقدراتنا واحتياجاتنا، وبالتالي لا نتصل بالكثير من الاثار السلبيه لاي ازمه يمكن ان تحدث على المستوى الدولي المستقبل. بشكرك دكتور هشام ابراهيم استاذ التموين والاستثمار بجامعه القاهره. احنا جزء من اللي بيحدث في العالم، مش منعزلين اطلاقا، وحضراتكم طبعا بتسمعوا دلوقتي ما بين مش تقريبا كل ساعه كل دقيقه التطورات اللي بتحصل والتغيرات اللي بتحصل. حتى جون بايدن كان بيتكلم قصاد الامم المتحده في على منصه الامم المتحده وبيتكلم عن تاثير، ومش جون بايدن كمان، ده كمان امين العام للامم المتحده بيتكلم عن التاثير الكبير للأزمة الأوكرانية الروسية، وإن ده إزاي أثر على لها بعد ثلاثي، البعد في الأساس على الطاقة، في الأساس على الغذاء. يعني تخيلوا حضراتكم إن أنتوا جزء كبير من الطاقة دلوقتي اللي بيحصل في ألمانيا واللي بيحصل في أوروبا وعلاقة ده باللي بيحصل في روسيا والقرارات اللي خدها بوتين من تقريبا من الصبح بخصوص عملية التعبئة في الجزئية بتاعت في الجيش عنده. على كل ده أمر يعني مؤثر جدا على كل دول العالم وكل اقتصاديات العالم، مش مؤثر في منطقة لوحدها.